الدستورية. هذا الحدث التكويني يفرض نفسه على الساحة نظرا لأهميته الكبرى في المواكبة الإعلامية لأكبر حدث سياسي في البلاد المتمثل في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم. نظمته المحكمة الدستورية التي تمارس اختصاصاتها فيما يتعلق بالرئاسيات بعد استحداثها في دستور 2020 لأول مرة، ووزارة الاتصال الماضية في تنظيم جلسات تكوينية تؤسس إلى إعلام محترف ومتخصص بدعم مستمر وتفاعل مثمر. تسعى المحكمة الدستورية من خلال هذه الورشات التكوينية إلى الإسهام في إلمام أسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وإبراز توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والعلاقات الوظيفية بينهما، وكذلك دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخابات. إن التوجه الإعلامي العالمي الحديث يميل نحو التخصص، لذلك تلاحظون أننا حرصنا على ندوات إعلامية وتكوينية متخصصة. نتمنى أن يحظى هذا التوجه بالعناية والاهتمام من قبل مؤسساتنا الإعلامية. كلمات افتتاحية رسالتها واضحة ومهمة بعدما أظهرت هذه الورشات التكوينية الحيوية الإيجابية والتنويه من جانب الصحفيين. مثل هذه الورشات مهمة جدا على محورين أساسيين، المحور الأول سياسي بامتياز لأنه البلد مقبلة على حدث انتخابي كبير بحجم الترسانة القانونية التي سبقته من تعديل دستوري وكذلك تعديل على مستوى القوانين العضوية، قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، يفرض علينا كرجال الإعلام أن نكون في حجم هذا الحدث من أجل ذوقي بالأداء الإعلامي، خاصة فيما يتعلق بالمستجدات القانونية لهذه الانتخابات التي نحن مقبلين عليها. مهما كانت تجربتنا في الميدان دائما أننا في حاجة إلى التخصص والاحتكاك بأهل التخصص، وهو ما سيسمح بتقديم مادة موضوعية حيادية صادقة تستجيب لآمال الجمهور التي ينتظرها من وسائل الإعلام. وإن كان تنظيم هذه الورشات هو استثمار في مستقبل الإعلام، فإن مرافقة محتواها يضمن أيضا تعزيز الشفافية والديمقراطية في بلادنا.